مساء الخير على كل مشاهدي برنامج دكتورز اللي بيشوفونا في كل مكان في الدنيا. الفقرة اللي هكلمكم عنها دلوقتي اللي هي الانترو بتاعنا الجميل اللي احنا كلنا متعودين عليه في برنامج دكتورز، هي عن نوع فاكهة مين فينا ما بيحبوش. هنتكلم على فوائده، هنتكلم على المعادن والفيتامينز اللي بجد موجودة في الفاكهة دي سبحان الله. بس أنا بقى هقول لكم على مفارقة غريبة جدا، اللي بتتكلم دي فعلا ما بتحبش نوع الفاكهة دي، تخيلوا. ويمكن أنا الوحيدة في مصر اللي ما بحبش فاكهة الموز، لكن بعد ما قريت التوبيك وشفت أهميته وشفت كمية الفيتامينز الموجودة سبحان الله في الموز، لا ده أنا لازم بقى أرجع أشاور عقلي. وافتكرت مقولة مامتي كده كانت بتقولها لي وأنا صغيرة، كانت تقول لي أنت الطفلة الوحيدة اللي ما بتحبيش الموز، لأن فعلا كل الأطفال بتحب الموز. فاكهة الموز دي سهلة جدا كمان في تقشيرها، مش من نوع يعني اللي عايزة سكينة ونقعد نقطع وبتاع، لا لا لا، وفي أي وقت تقدر تاكلها بالليل بالنهار، تعملها فروت سلاد، تحطها على الجيلي، مامتنا ساعات كانت بتقطعها لنا كده على الجيلي، تعملها موز باللبن، المهم إنها بتتشكل في حاجات كتير جدا. الموز ده بقى له فوايد كتير قوي. احنا يعني في المجمل كده بنقول ان الموز ده بيدي طاقه، طبعا يعني لو ابنك نازل الصبح كده ورايح المدرسه ممكن الموزية دي سبحان الله تخليه يكمل اليوم الدراسي كده وهو عنده طاقه وحيويه. طب وحضرتك برضو تقدر وانت بتتمرن سواء في الجيم او بتمشي او حاجه، ممكن تصدق كده تاكل موزه برضو تدي لك طاقه ونشاط وحيويه، وكذلك الموظف اللي نازل شغله. بص يعني الموز ده له فوائد كتير جدا، بس تعالى بقى نتكلم بطريقة علمية شوية ونعرف المكونات أو مكونات الفيتامينز والمعادن الموجودة في الموز. طب أنت تعرف إن حبة الموز الواحدة بتحتوي على 110 سعر حراري، بتأتي من 30 جرام من الكربوهيدرات وما بين 16 و 19 جراما من السكر. شفت بقى الموز اللي أنا ما باكلوش ده فايدته إيه أو مكوناته إيه؟ لا تعالى كمان لما أقول لك. وبتوفر الموزة 3 جرامات من الألياف للجسم و450 ميلي جرام من البوتاسيوم، يعني حوالي 10% من احتياجات الجسم اليومية من المعادن، يا سبحان الله. وبتحتوي حبة الموز على 2% من احتياجات الإنسان اليومية من الحديد، ده بالإضافة لفيتامين ألف و15% من فيتامين سي إلى جانب جرام من البروتين. تخيل ان الموز كمان فيه بروتين. طيب احنا كده عرفنا المكونات بتاعه الفيتامينز والمعادن اللي بتحتويها فاكهه الموز. لا تعالى بقى ما اقول لك الموز بيعمل ايه. لا ده بيسهل عمليه الهضم والنوم بشكل افضل، لان هو فيه مغنيسيوم. المغنيسيوم ده بيساعدك جدا انك تبقى ريلاكسيشن كده وتنام كويس. يعني بتيجي ست كده تقول لك انا مش عارفه انام كويس وعندي ارق، الدكتور ممكن يقول لها كلي واحدة موز، فاكهة واحدة بس بالموز قبل النوم مع كوباية اللبن الدافي. بالإضافة إنها بتستخدم طبعا في الدايت، لها طريقة معينة إنك تقدر تخس بيها لو بتستخدم الموز ده صح للدايت. طيب عايزة أقول لكم، قلنا قبل كده إنه بيزود مستوى الطاقة، يعني لو عندك أطفال، لو بتمارسي رياضة، اعرفي إن الموز ده هيزود لك الطاقة جامد جدا. كل دي فوائد الموز. يعني الموز ده سبحان الله اللي احنا مش مقدرينه، أو أنا بس اللي مش مقدراه للأسف، اكتشفت إن هو كتلة كبيرة جدا ونعمة كبيرة جدا من عند ربنا بجد. لو واظبنا على أكلها باستمرار قد إيه هيبقى عندنا صحة كويسة جدا، بالإضافة إن سعره مش يعني مش طبعا عالي، سعره في متناول الجميع، بس أهم حاجة إن أنت ما تكترش من الموز. طيب دلوقتي بقى احب اقول لكم ان احنا معانا تقرير مهم جدا. التقرير ده بيقول ايه؟ اطلق المعهد القومي للاورام ملتقى هام تحت عنوان الراي والراي الاخر، واقيم هذا الملتقى بهدف التوعيه بمرض السرطان وتصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. النهاردة احنا في مؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام، وغير ان المؤتمر ده بيهتم بنشر الأبحاث الجديدة والتواصل ما بين الأطباء والفريق الطبي المختلف، النهاردة قررنا ان احنا نعمل ملتقى اسمه ملتقى الرأي والرأي الآخر.
الملتقى دوت عشان نبتدي ان احنا نحاول نصحح المفاهيم الطبيه الخاطئه اللي موجوده عند الناس اللي بياخدوها من مصادر مختلفه، من مصادر التلفزيون والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وعشان كده احنا حبينا ان احنا نقول للناس لا، حاولوا ان انتوا تستنبطوا اللي هو المعلومات بتاعتكم من مصادر موثوق منها، ان مش كل اللي بيتقال عن السرطان حقيقي، ان في بعض ساعات المعلومات ديت ممكن تكون معلومات خاطئه تاثر نفسيا على المريض واهل المريض. قصه المؤتمر دي بترجع لحوالي 3 سنين فاتوا، يعني من علاقتي القريبه لدكتور عماد شاش مدير مستشفى سرطان الثدي بمعهد الاورام. كان عندنا حلم ان احنا نعمل مؤتمر نعزم فيه كل الاعلاميين والصحفيين والناس كمان في السوشيال ميديا الانفلونسرز، عشان نقول يا جماعه ان الكانسر ممكن يكون مرض طبعا صعب جدا وصعب جدا على الناس كلها، لكن في نفس الوقت في جانب اخر، في جانب الناس بتتعلم منه حاجات كتير، في جانب في تحدي كبير جدا، في جانب الناس بتعيش عادي، مش القصه الماساويه اللي احنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات وكمان في الاعلام. فهدف المؤتمر كان فكرة إن إحنا نغير المفهوم ده. هو الفعالية الأساسية في المؤتمر إن الدكتور عماد شاش المدير مستشفى الثدي هم عملوا دراسة استطلاعية عن المعلومات المغلوطة اللي بتبقى عند مرضى السرطان عن المرض والأثار، يعني ممكن يبقى فيه معلومات كتير جدا غلط كتير قوي تأثر على رحلة العلاج أو على نفسية المريض أو إنها دايما بتعمل أثار سلبية عليه. فبنتكلم على دور الإعلام في ده، وإن في دور كبير قوي للمنصات الرقمية والسوشيال ميديا بشكل عام، لأنها بقت المصدر الأساسي للمعلومات نتيجة زيادة انتشارها والإقبال عليها والأعداد الكبيرة قوي اللي بتتابعها. أنا أعتقد إنه في صحتنا لازم تكون المواضيع فيها مصداقية أكتر، وتكون دكاترة اللي بتتكلم، متخصصين اللي بيتكلموا، ويكون تحت مظلة وزارة الصحة أو تحت مظلة مثلا المعهد القومي للأورام فيما يخص مثلا الكانسر دلوقتي. واحنا بنتكلم مش غلط ان انا اكون بستغل الناس بتوع السوشيال ميديا، لان هم فاهمين اللغه بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي وازاي يوصلوا المعلومه سريعا، لكن اكون انا عامل كنترول على المعلومه الطبيه اللي بتتقال عشان ما يحصلش اي توهان للناس. الناس ساعات بتمشي على معلومه عمياني بتقول لك خلاص ما هو فلان قال، طب فلان جابها منين، طب فلان هل اتاكد من المعلومه اكتر من مره ولا لا. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل. رجعنا على موضوع شائع ومنتشر بشكل غريب، وهو سرطان الثدي. سرطان الثدي معروف انه بيصاب بيه السيدات او بيحظى بيه نسبة كبيرة جدا من السيدات في العالم كله طبعا، لكن احب اقول لكم ان كمان الرجال بيصابوا بسرطان الثدي. طيب المرض ده في الدولة دلوقتي بقت بتعمل حملات توعية علشان نقدر نقاوم ونعالج ونكتشف هذا المرض مبكرا. قد ايه؟ كل ما بيكتشف بدري بالبلدي كده كل ما بيبقى العلاج صائب ومهم وسليم. بس مش انا اللي هتكلم عن الموضوع ده، اكيد في دكتور كبير هيكلمنا عن سرطان الثدي وهيكلمنا عن طبيعته وعن الوقاية منه وعن اسبابه، وهو دكتور احمد جبله، استاذ دكتور وأستاذ مساعد علاج الأورام كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية للأورام، زميل معهد جوستاف روسي باريس فرنسا. نرحب معنا بالدكتور. حضرتك منورنا في البداية. ولو أن المرض ده أنا كمذيعة دلوقتي، مش مذيعة، أنا سيدة وبتكلم عنه، ودايما لما ببتدي بالحوار عن هذا المرض انا ببقى يعني بصراحه بخاف وبرتعش. مبدئيا احنا مش لازم نخاف من اورام الثدي. اورام الثدي زمان كانت بتخوف عشان كان الشفاء منها صعب، اكتشافها صعب، علاجها صعب، لكن دلوقتي احنا نادرا اما مريضة اورام ثدي ما بنعرفش نعالجها او ما بنعرفش نوصلها لمراحل الشفاء بصوره سهله، وده الحمد لله نتيجه التطور الكبير جدا في التشخيص وفي العلاج. طيب مبدئيا كده في ستات بتشكك أو ناس كتير بتشكك في موضوع الاكتشاف المبكر ده وبيقول لك يعني ده كلام فاضي وملوش أي لازمة. احنا عايزين نتكلم بقى في القصة دي عشان من خلال كلام حضرتك ده هنوجه رسالة لكل السيدات ونقول لها إن ده حاجة مهمة جدا إن حضرتك تعملي تشيك على طول
صح ولا يا دكتور؟ صح طبعا. اتفضل بقى. بص يا ستي، احنا اي حاجه في الدنيا بيتعمل لها اكتشاف مبكر ده اكيد عشان لقينا فايده للاكتشاف المبكر ده، زائد ان احنا لقينا ان الحاجه دي في انتشار ليها. طيب احنا الاحصائيات العالميه بتقول ايه؟ الاحصائيات العالميه بتقول ان سيده من بين كل 12 سيده هيجي لها سرطان ثدي خلال حياتها. يعني احنا بنتكلم في نسبه تقريبا 10% من السيدات سيصابوا بسرطان الثدي اثناء حياتهم، بمعنى كده النسبه كبيره. يبقى ده مبرر ان انا لازم ادور واصرف ملايين عشان اكتشف هؤلاء السيدات مبكرا. تاني حاجه ان الكشف المبكر فرق جدا جدا في حياه المرضى. يعني احنا اما بنتكلم في الدول المتقدمه، والحمد لله احنا دلوقتي بقينا من ضمن الدول ديت اللي فيها حملات للكشف المبكر طبعا عن اورام الثدي، نسب الشفاء عاليه جدا جدا جدا. طب ليه نسب الشفاء زادت؟ لان احنا بقينا نكتشف الاورام في مراحل مبكره. فبالتالي السيده بتتعالج لوقت اقل وبتشفى بنسب عاليه. يعني احنا عايز اقول ان احنا بعض انواع اورام الثدي لو اكتشفت مبكرا نسبه الشفاء منها تصل الى 99%. انا شفت حالك كده. فطبعا الكشف المبكر ده ما فيش عليه جدال. اي حد بقى بيقول لا انا اكتشفه مبكرا ليه؟ طب انا اروح اعمل اشاعه ليه؟ انا خايف اعمل اشاعه الفتنه نائمه. هي خايفه تعمل اشاعه، مش هي الاشعه ما بتخوفش، هي خايفه تعمل اشعه عشان خايفه من ان حد يقول لها شوف وصلوا لايه، ان عندك حاجه لا قدر الله مش كويسه. انا دايما لما بيجي لي حد كده او حتى بيجي لي مريضه اتشخصت بورم ثدي، انا بقول لها حاجه واحده بس، لو لا قدر الله جالك مرض السكر، هل دكتور السكر بيقول لك ان هتخفي منه؟ مفيش مريض سكر بيشفى من مرض السكر. لكن انا عايز اقول ان في المجمل مرضى اورام الثدي 80% منهم بيشفوا. سبحان الله. بيشفوا. فمعنى كده ان انا ده مرض يمكن الشفاء منه. فانا ليه اخايف؟ ده بالعكس، ده انا اول ما يجي لي اجري بسرعه عشان اتعالج. وحتى كمان من قبل ما يجي لي انا ليه ما يبقاش عندي ثقافه الكشف المبكر؟ ان انا اروح دايما اعمل خطوه استباقيه وان انا اعمل الكشف المبكر. طيب دكتور، هنا ناخد من كلام حضرتك سؤال مهم. امتى يعني انهي عمر من اعمار السيدات او حتى البنات اللي ابتدي انا اقول ده لازم خلاص اتوجه للكشف؟ احنا بنقسم السيدات الى قسمين. القسم الاول هم السيدات اللي ما عندهمش تاريخ مرضي لاي اورام في عائلتهم، فدول اللي هم الغالبيه العظمى من السيدات اللي هو ما فيش جين وراثي يعني. ايوه دول اللي بنبدا الكشف المبكر بتاعهم عند سن جين وراثي. في جين وراثي. جين وراثي. اه ما عندهمش تاريخ مرضي في العيله. التاريخ المرضي اللي في العيله ده يخلينا نشك ان يكون في جين وراثي. فالمرضى الناس العاديين، السيدات العاديين اللي ما عندهمش اي تاريخ مرضي في العيله لاورام ثدي او مبيض او قولون، بنقول لهم نبدا من سن الأربعين. طب ليه بنبدا من سن الأربعين؟ لان الدراسات كلها بتقول ان متوسط عمر المريض عند التشخيص باورام الثدي هو سن الخمسين، فاحنا بنسبق بعشر سنين. بنبتدي الكشف المبكر من سن الأربعين، وابتداء من سن الأربعين كل سنه لازم نعمل كشف مبكر عشان نكتشف لو لا قدر الله حصل عندنا ورم ثدي، نكتشفه وهو في مرحله مبكره جدا جدا. طيب الجزء الثاني اللي هو يمثل شريحه قليله خالص من السيدات اللي هم عندهم تاريخ مرضي، تاريخ المرضي ماما تيتا عمته خالته جالها ورم ثدي. فدول بنقعد معاهم بنعمل حاجه اسمها فاميلي كونسلنج. يعني ايه؟ يعني بقعد مع السيده من وهي عندها 30 سنه، من قبل ال 30، مين اللي عندك في العيله جاله اورام؟ بنعرف شجره العيله اللي جالها اورام مين؟ وبناء على الشجره دي بنعرف معدل الخطوره عندها، هل هو معدل عالي ولا لا؟ لو معدل عالي بنبدا بعد اصغر سيده اصيبت في العيله بسرطان ثدي ب 10 سنين. يعني مثلا لو جت قالت انا خالته جالها ورم الثدي وهي عندها 45 سنه اقل حد، فيبقى بنبدا عندها هي من 35 سنه. بس طريقه الكشف المبكر او الكشف اللي بنعمله هنا بتختلف شويه عن السيدات العاديه. الناس بتقول ان الماموجرام الكتير بيأثر فعلا يا دكتور، اشعه مش كويسه على الجسم ولا ده كلام؟ لا لا، الماموجرام غير مضر، بس الماموجرام ما بيتعملش غير عند سن ال40. قبل سن ال40 ما بنعملش ماموجرام. يعني لو احنا بدانا بس بنعمل الترا ساوند، ولو احنا عندنا الخلل الجيني، لو احنا اكتشفنا ان العيله دي في عائلات عندها خلل جيني اللي هو بي ار سي اي اللي هو الجين المشهور بتاع انجلينا جولي. أيوة. مشهور جدا بس جداً. دي راحت شالت كل حاجه يا دكتور. فدي لو هم عندهم الخلل الجيني ده بيبقى احسن من السونار ان احنا نعمل رنين على الثدي. لكن السيدات اللي هو الغالبيه العظمى اللي هم 90% 95% من السيدات هم بيعملوا الكشف الدوري ابتداء من سن ال40 بالماموجرام. الماموجرام ليه ضرر؟ دي اشاعات مغرضه، مفيش اي ضرر والله. في دول بيبقى في برنامج بيجي لك رساله على الموبايل كل سنه في وقت معين ميعاد الماموجرام بتاعك روحي اعمليه.
فاكيد الناس دي الموضوع دراسات اثبتت ان مفيش اي ضرر خالص من الماموجرام، لان جرعه الاشعاع اللي بتتاخد في الماموجرام قليله جدا جدا جدا. طب دكتور بيقولوا لنا ان السيده ممكن هي كمان تفحص نفسها بنفسها، الكلام ده صحيح؟ احنا دايما بنقول بقى للبنات والسيدات اللي اقل من سن الأربعين. طيب هو انا امتى هو احنا ممكن نكتشف ورم ثدي قبل سن الأربعين؟ في بعض الحالات بتكتشف بدري في سن صغير، فعشان كده بنقول دايما ممكن يبقى حميد مش خبيث. ممكن يبقى حميد وممكن يبقى خبيث. احنا دايما بنقول ان قبل سن الأربعين نقول لكل البنات وكل السيدات خلي بالك من شكل الثدي بتاعك، خليكي فاميليال مع شكل الثدي بتاعك، اعرفي هو شكله عامل ازاي. يعني مش لازم تبقى حاجه مكلكعه تقصد حضرتك؟ لان احنا في بعض الاحيان ممكن ما نكتشفش كل حد عنده ثدي كبير وكلكعه صغيره في وسطه مش هنكتشف، فدايما نقول للسيده خلي بالك من شكل الثدي، وكل شهر بعد البيريد نبص على شكل الثدي واحنا واقفين. لو في اي تغير في شكل الحلمه بتاعت الثدي، في الجلد بتاع الثدي، في احمرار غريب، او بنحس بايدينا في الناحيتين حسينا باي تكتل، اي حاجه غريبه، في افرازات غريبه بتنزل من الثدي، ساعتها نتوجه الى الطبيب. لكن مين اللي بنقوله لازم تروح كل سنه للطبيب؟ السيده اللي من سن 40 سنه. قبل ال 40 سنه ما نروحش الا لو اشتكينا من اي مشكله. طيب. او لو عندنا تاريخ مرضي طبعا في العيله زي ما انا قلت. طيب دكتور، برضو من ضمن الاسئله اللي بتطرح نفسها في الفتره الاخيره موضوع ارتباط ورم الثدي بالدوره الشهريه اللي بتيجي قبل 12 سنه، هل الكلام ده صحيح؟ واحنا عندنا في معامل خطوره. يعني ايه معامل خطوره؟ حاجات معينه لو موجوده في التاريخ، ما بنيجي ناخد تاريخ مرضي من السيده، لو في حاجات معينه موجوده بتخلي ان هم عرضه اكتر للاصابه بسرطان الثدي، من ضمنها السيدات اللي بيجي لهم الدوره الشهريه من هم صغيرين قوي. يعني بيجي لنا بنات الدوره بدات من عندها 8 سنين 10 سنين، او ان السيدات اللي الدوره بتتاخر عندهم على ما بتخلص. يعني سيده مثلا لا بتقعد لغايه 55 56 سنه البيريود بتفضل تجيلها. طب ليه الموضوع ده؟ لان احنا لقينا ان 70% ل 75% من اورام الثدي مرتبطه بهرمون الاستروجين اللي هو هرمون السيدات. هرمون الاستروجين ده بيبتدي يتفرز في جسم السيده من سن البلوغ الى ان تنقطع الدوره. فطول ما فتره الاكسبوجر او التعرض لهرمون الاستروجين دي تزيد، كل ما يكون الفرص الإصابة بسرطان الثدي تزيد. فلو البيريود بدأت بدري قوي أو اتأخرت قوي على ما تقف، يبقى فترة تعرض السيدة للهرمون الإستروجين بتبقى زيادة قوي. وده برضو نفس السبب اللي بيخلي السيدات اللي بياخدوا مثلا وسائل منع الحمل الهرمونية لفترات طويلة عرضة أكتر شوية إن ممكن يجي لهم أورام ثدي، أو اللي بياخدوا منشطات تبويض عشان يحصل حمل، لأن دي عبارة عن حاجات بتزود هرمون الاستروجين. وتقريبا قالوا لنا برضو حبوب منع الحمل هي لو بناخدها لفتره طويله برضو بتساعد، طبعا بتزود الريسك ان ممكن يحصل اصابه بسرطان ثدي. طيب دكتور، برضو انا بنقل لحضرتك كل الكلام اللي بيتقال في وسط السيدات، بس هي الكلام اللي هقوله دلوقتي ده هو مش بس السيدات، يعني حتى السيدات والرجال بيقولوا نفس الكلمه واحنا مش فاهمين صحتها بجد. يقول لك سحب العينه بتوسع دايره انتشار المرض. يعني اما بسحب عينه من الورم واحط فيه مشرط ده كده بيوسع ده، الكلام ده صحيح؟ الكلام ده يعني لا يموت للصحه باي صله، بس اكيد حضرتك سمعته. طبعا احنا هو كل المرضى بيجوا لي بيقول لك كده، عندها الاشاعه بتقول ان في كتله في الثدي. اقول لها نروح ناخد عينه من الثدي، لا هينتشر اروح اشيله احسن. الكلام ده خطا تماما، مفيش ولا دراسه ولا حاله في العالم كله ثبت ان الورم انتشر نتيجه اخذ عينه منه. انا بتكلم على اورام الثدي عشان ابقى دقيق. في انواع اورام تانية الكلام ده ممكن يكون صحيح، لكن بالنسبه لاورام الثدي الكلام ولا القولون. لا مش القولون خالص والله، لا لا خالص. يعني في نوع اورام حاجه بنسميها ساركوما، اورام الانسجه الرخوه دي، لو خدنا عينه منها بالابره لا ما بننصحش بكده خالص. لكن خلينا في الثدي، القولون، الرئه، المبيض، كل الحاجات دي اغسل عينه منها مهم جدا جدا جدا. واغسل عينه قبل ما نعمل جراحه وقبل ما نحط خطه العلاج. يعني اغسل عينه في أورام الثدي هو الخطوة رقم زيرو، يعني مش رقم واحد، رقم زيرو. مفيش سيدة نلاقي عندها كتلة في الثدي مشكوك إنها تكون ورم ونعمل أي حاجة غير إن إحنا ناخد عينة، لأن أنا المشكلة عشان نعرف حتى نوعه كمان ودرجة كام، زي ما بتقولوا درجة رابعة، لا مرحلة أولى، مرحلة تانية. بالظبط. أنا بقيت دكتورة أهو يا دكتور. أنا ده يعني أنا المشكلة بقى اللي بتجيلي مش الكلام اللي بيجيبوا لي من المرضى، لا أنا بيجيلي بعض الدكاترة يقول المريضة في كتله في الثدي لازم بالليل نخش نعمل العمليه، او لو شافها بالليل يقولها بكره الصبح نعمل العمليه. ده كلام خطا تماما والله. لازم التشخيص. ليه؟ لان مش كل اورام الثدي
بيتعمل لها عمليه اول حاجه خالص. معظم اورام الثدي دلوقتي ممكن تحتاج علاجات قبل الجراحه. اسمه العلاج الموجه تقريبا، جزء منها العلاجات الموجهه او بنسميها العلاجات ما قبل التدخل الجراحي. احنا زمان في الداتا بتاعتنا ان احنا 90% من المرضى اللي بيجي لهم اورام الثدي بيشيلوا الثدي بالكامل، و10% بس اللي بيشيلوا الكتله وبيسيبوا الثدي. مع تطور العلاجات واستخدام التقنيات الحديثه في العلاجات طبعا، واستخدام الحاجه اللي بنسميها العلاج ما قبل الجراحه، بقينا بنوصل ان 40 ل 50% من المرضى بنقدر نحافظ على الثدي. يعني السيده يجي لها ورم في الثدي وتتعالج وتخف والثدي يفضل زي ما هو موجود. ما هو بقى ده السؤال اللي انا كنت يعني هسال حضرتك عليه، حضرتك جاوبته قبل ما اساله. ان دايما لما الست بتعرف ان عندها هذا الورم بقى الخبيث، اول حاجه بتخاف منها ان هي مظهرها الجمالي انه هيروح، لانه هيتم طبعا اشاله، يعني هيتم شيل الثدي ده، فهي طبعا بيجي لها حاله نفسيه. حضرتك عارف ان الموضوع ده مرتبط اكيد بالحاله النفسيه للسيدات. فمن هنا بقى حضرتك بتقول يا جماعه، او بننشر بقى الامان شويه وبنقول ان التقنيات الحديثه وقد ايه العلم تطور، وان مش شرط خالص ان الثدي يتشال. طبعا احنا الحالات اللي لازم نشيل فيها اورام الثدي بالكامل، اللي نشيل فيها الثدي بالكامل في حالات اورام الثدي، هي نسبة بسيطة جدا من المرضى. معظم المرضى لا يحتاجون استئصال الثدي بالكامل. يعني بنستأصل الجزء اللي فيه الورم فقط. وحتى لو الحالة تتطلب استئصال جزء كبير من الثدي، أو حتى استئصال الثدي بالكامل، بقى فيه جراحات حديثة المريضة بتخرج من العملية عندها الثدي زي ما هو. بنعمل حاجة اسمها immediate reconstruction، يعني إعادة بناء للثدي. المريضة بتخش تشيل الورم وتشيل جزء كبير من الثدي وبنعوض المكان الحاجه اللي اتشالت دي بحاجات تانية تجميليه. عشان كده دلوقتي جراحات الثدي ما بقاش اسمها بريست سيرجري، بقى اسمها بريست اونكوبلاستيك سيرجري، جراحات اورام تجميليه للثدي. ايوه دكتور، احنا معانا كمان اسئله دلوقتي من الجمهور. طبعا مين حد تفضلي. ايه العوامل اللي بتزود سرطان الثدي؟ احنا عندنا في حاجات كتير زي ما انا قلت بتزود اورام الثدي. عندنا اول حاجه التاريخ المرضي. لو احنا عندنا تاريخ مرضي في العيله، فعرضه ان احنا يكون عندنا خلل جيني معين ماشي في العيله، فده ممكن يكون هو سبب من الاسباب. التدخين طبعا سبب رئيسي لاورام الثدي. زي ما قلنا التعرض للاستروجين لفترات طويله، سواء ان البيريود تبدا بدري او تخلص متاخر، او خدنا حبوب منع الحمل. بس دي بتبقى خارج عن اراده. طبعا انا مش بقول ان دي بس قصدي دي حاجه من العوامل اللي ممكن تؤدي الى ذلك. لو خدنا حبوب منع الحمل لفترات طويله، لو خدنا الاندكشن اللي هو الحاجات اللي بتساعد على التبويض عشان يحصل حمل، ان دي برضو بتزود نسبه الاستروجين. المرضى اللي ما بيمارسوش رياضه بيقولوا دايما نص ساعه بس مشي، حتى نص ساعه ثلاث ايام في الاسبوع مشي، يعني مش عايزين حاجه اكتر من كده. دي بتقي جدا جدا جدا. كل الحاجات دي من الحاجات التغذيه اللي يا دكتور اللي احنا بقينا دلوقتي ما بنهتمش بيها خالص. طبعا طبعا الجانك فودز والحاجات دي كلها فيها مواد مسرطنه بس. وطبعا التدخين واللايف ستايل، البنات كتير وسيدات كتير بقوا بيدخنوا، ودي حاجه من الحاجات اللي بتزود نسب الاصابه بسرطان الثدي. فالحاجات دي كلها من المسببات بتاعت سرطان الثدي. طيب في حد تاني عايز يسال الدكتور؟ اتفضلي. عايز اعرف ازاي احدد اذا كنت يعني افحص نفسي في البيت، وهل ده ممكن امتى تروحي للدكتور؟ احدد، عايزه اعرف احدد اذا كنت هعرف يعني ضروري اعمل فحص ولا لا. بص يا ستي، احنا زي ما قلنا ابتداء من سن ال 20 سنه خليكي دايما فاميلي، لان خليكي عارفه شكل الثدي بتاعك شكله عامل ازاي، وحسيه بايدك مره كل شهر. طيب امتى تروحي للدكتور؟ حسيتي بكتله في الثدي، روحي للدكتور خدي رأي. حسيتي بتغير في شكل الثدي، روحي للدكتور خدي رأي. بس في السن ده يا دكتور، بدون مقاطعه كلامك، ساعات بيقولوا ان الغدد اللبنيه طبعا صح كده؟ احنا في السن الصغير اللي هو السن اللي اقل من 40 سنه، معظم الاورام هي اورام حميده. يعني دايما بتبقى غدد لبنيه، تكيسات في الثدي، اورام ليفيه في الثدي، اللي هي حاجات كلها حميده. يعني عايزين نقول ان 80% من الكتل اللي بنحسها في الثدي في اقل من 40 سنه هي حاجات حميده. عكس اللي فوق ال 40 سنه، لا لو لقينا كتله في الثدي يبقى الشك اكتر انها مش حاجه حميده. فاحنا بس نخلينا فاميليال مع الثدي عشان لو حصل حاجه غريبه ناخد بالنا ونروح للدكتور على طول. لكن نفحص، احنا مش محتاجين قبل سن ال 40 ان احنا نروح نكشف عند دكتور خالص، الا لو لقينا حاجه غريبه. مين تاني؟ اتفضل. هل التدخل الجراحي بيبقى ضروري في كل الحالات؟ احنا اورام الثدي زي ما حضرتك قلتي هي مراحل وانواع. احنا من المرحله الاولى للمرحله الثالثه الجراحه هو جزء من العلاج. المرحله الرابعه هي معناها انتشار الورم خارج الثدي، يعني الورم ما بقاش موجود في الثدي والغدد الليمفاويه، لا انتشر كده. قبل حتى ما بيدخلوا على العمليه بيعملوا احيانا اشعه الرئه،
يعني احنا بيشوفوا الدنيا طبعا بنعمل اشاعات على الجسم كله عشان نطمئن ان الورم مش منتشر. طول ما الورم مش منتشر فالجراحه هو جزء من العلاج، لكن نوع الجراحه وتوقيت الجراحه هو اللي بيختلف من حاله للتانيه. يعني هل الحاله دي محتاجه استئصال كامل للثدي ولا استئصال جزئي للثدي، ده بيختلف من حاله لحاله حسب حجم الورم، حسب نوع الورم، حسب درجه انتشار الورم في الغدد الليمفاويه وداخل الثدي. زائد ان امتى اعمل الجراحه؟ هل اتشخصت النهارده اعمل الجراحه الاول ولا لازم اخد علاجات الاول، سواء علاجات موجهه او علاجات كيماويه قبل الجراحه؟ الدكتور اللي بيحدد هذا الفيديو. طبعا علاج اورام الثدي دلوقتي ما بقاش مبني على راي دكتور واحد، يعني دايما هو فريق بياخد القرار، جراح الثدي مع دكتور الاورام مع دكتور الاشعه. احنا عندنا اورام الثدي يعني دلوقتي مش اورام الثدي مش كلها نوع واحد، احنا عندنا انواع كثيره جدا من اورام الثدي، وجينيا كمان هما بيقسموا لاربع عائلات كبار. احنا معظم الاورام بتاعت الثدي بتحتاج انها تاخد علاج ما قبل التدخل الجراحي. عندي سيده عندها ورم بنسميه ثلاثي السالبيه، او ورم عنده جين اسمه جين الهير 2 ايجابي، دول لازم ياخدوا علاج ما قبل التدخل الجراحي، لان الاورام دي الانواع دي من الاورام بالذات بيبقى نسب الانتشار فيها عاليه. فلازم اخد علاجات الاول قبل الجراحه عشان امنع واحمي هو السيده. هو ده اللي بيقولوا عليه بقى شرس؟ لا مش بالظبط، بالظبط اللي هو الجين الهير 2 الايجابي او الثلاثي السالبيه. ده نوع الجين هو شرس، هو مش منتشر، هو لسه لغايه دلوقتي في الثدي بس. بس احنا عارفين انه شرس، لو سيبناه هينتشر، فعشان كده لازم نبدا علاج الاول عشان نقي السيده من اي انتشار او نمنع الانتشار. وبعد ما نخلص العلاج بتاعنا اللي هو بتبقى مده من 4 لـ6 شهور، السيده تخش تعمل الجراحه بتاعتها. او سيده ثانيه عندها اي نوع اخر بس حجمه كبير والثدي عندها صغير، فدي لو عملت جراحه النهارده هتطلع من العمليه زي ما حضرتك كنت بتقولي شكل الثدي مش كويس او ممكن الثدي بالكامل يتشال. فدول بنديهم علاج الاول عشان نصغر حجم الورم، فيجي الجراح بعد كده يقدر يحافظ على الثدي ويشيل الكتله فقط ويحافظ على الثدي وتخرج السيده بشكل الثدي مظبوط تماما. دكتور برضو في حضرتك قلت من شويه ان بعد سن الـ40 بنبقى شاكين ان هذا الورم هو ورم سرطاني مش ورم حميد، يعني بنسبه 80-90%. بس في ناس بقى بتقول انه من رحمه ربنا انه الست كل ما تكبر كل ما الخلايا ما بتبقاش متجدده زي ما بيبقى في الاعمار الصغيره وفرصه الشفاء بتبقى اعلى، الكلام ده حقيقي؟ عشان احنا لقينا ان كل ما السيده بتكبر الورم بتاعها دايما بيبقى طالع ليه علاقه بهرمون الاستروجين، يعني بيطلع الورم بتاعها ايجابي لهرمون الاستروجين، وكل ما تصغر ايجابيه هرمون الاستروجين في تجدد للخلايا. هرمون الاستروجين طول ما هو ايجابي ده معناه ان الخليه هي خليه سرطانيه بس طيبه غلبانه يمكن السيطره عليها بسهوله. كل ما خليه سرطان الثدي تفقد هرمون الاستروجين بتاعها وتتجه انها تبقى عندها جين اللي اسمه الهيرتو او بقت حاجه اسمها ثلاثيه السالبيه، يعني ما بقاش عندها هرمون استروجين خالص مثلا، ده معناه انها اكثر شراسه. فاحنا كل ما بنكبر في السن كل ما بنشوف اورام ثدي ايجابيه لهرمون الاستروجين اكتر، وكل ما بنصغر في السن كل ما بنلاقي اورام ثدي هرمون الاستروجين فيها اقل شويه فبيبقى اكثر شراسه. فعشان كده السيدات اللي سنهم اكبر اللي بيبقى سنهم اكبر من 60 سنه بيبقى فرصه الشفاء عندهم اعلى. وبرده في السيدات الصغيرين دلوقتي مع العلاجات الحديثه لاورام الثدي ثلاثيه السالبيه او الجينات اللي هي الهيرتو الموجب، لان بقى في ادويه بتهاجم النوع ده من الاورام بالذات، بقى برده فرص الشفاء فيهم موجوده وعاليه جدا. في حد عايز يسال؟ اتفضل. دكتور، هل اصحاب الامراض المزمنه بيكون ليهم طرق علاج مختلفه؟ احنا طبعا ما بنيجي نعالج اي مريض اورام سواء مريض اورام ثدي او اي مرض اورام تاني بيبقى عندنا حاجه اسمها بيرسونالايزد ميديسن، يعني طب شخصي. يعني ما فيش حاجه اسمها العشر سيدات دول عندهم اورام ثدي والعشر سيدات دول تعالجوا بنفس الطريقه، مستحيل. كل سيده بيتفصل لها العلاج المناسب لحالتها طبقا لنوع الورم، مرحله الورم، هل عندها امراض مزمنه ولا لا. يعني سكر قلب، مريضه عندها سكر ففي دواء معين انا مش هينفع استخدمه عشان ده بيلخبط السكر فبغيره الدواء تاني ما يعليش السكر. مريضه تانيه عندها عضله القلب ضعيفه ففي كيماوي الشهير بتاع سرطان الثدي اللي بيسموه الكيماوي الاحمر، المريضه اللي عندها عضله القلب ضعيفه ما ينفعش تاخده، فساعتها بفصل لها علاج ينفع تاخده غير الكيماوي الاحمر. سبحان الله، العلم تطور يا دكتور. طبعا طبعا. دكتور عايزك توجه نصيحه اخيره كده. احنا اهم حاجه والنصيحه المهمه جدا اللي لازم كل السيدات قبل ما تصاب بسرطان الثدي هو الكشف المبكر. الكشف المبكر من سن الـ40 مهم جدا جدا، والدوله موفره الكلام ده طبعاً. في معظم المستشفيات كل سنه تروح تعمل كشف مبكر. سيدات اكتشفوا بالصدفه ان هم مرضى، ولو اكتشفنا ان احنا عندنا حاجه في الثدي ما تخافيش، الحمد لله نسب الشفاء عاليه جدا جدا جدا، تتجاوز الـ80% ايا كانت مرحله الورم حتى لو الورم فيه انتشار.
دكتور أحمد أنا بشكرك على المعلومات الجميلة والمفيدة والمهمة اللي حضرتك قلتها عن سرطان الثدي. مشاهدينا أرجو أن أنتم تكونوا بجد استمتعتوا من خلال كلام دكتور أحمد جبلة. فاصل ونواصل. حبايب قلبي مساء الفل عليكم، منوريني. مساء الفل ومساء الجمال والصحة والصحة الحلوة والخسسان كمان إن شاء الله بإذن الله. كلنا نطلع من برنامج دكتورز خسين وصحتنا كويسة، واللي عايز يتخن هيتخن برضو بصحته كويسة. حبايب قلبي يوم جديد عليكم، حلقة جديدة من برنامج دكتورز. يا رب النهاردة أقدر أفيدكم وأقدر يعني أطلع معلومات كتير درستها كتير قوي في علم التغذية، يمكن وعلى وعسى تستفادوا بيها. طبعا حبايب قلبي كل الناس اللي شافتني وعارفاني قبل كده عارفين ان انا دايما لما باجي اشرح شيء معين لحالة معينة، سواء في الخسسان او في النحافة او في مشاكل الشعر او البشرة، لازم اقعد اشرح كده الكواليتي اللي فيها ايه. ما احبش اللي هو ايه مثلا خد دايت وارمي يلا خد الرجيم ومع السلامة بقى، بعد شوفك بعد اسبوعين على الميزان خالص، ولا حتى بعترف بالميزان. انا بالنسبة لي الخسسان يعني مقاساتك، مقاساتك تكون نزلت، محيط بطنك تكون نزل، فاطمن ان انت صحيا كويس. هنعرف ده مع بعض ان شاء الله، حاول ابسطها لكم في خلال الحلقه. وطبعا ما تنسوش زي ما عودتكم كل اسبوع الارقام اللي موجوده على الشاشه، هتقدروا من خلالها تكلموني وتسالوني وتقولوا لي ايه كل المشاكل اللي مضايقاكم، سواء في السمنه في النحافه او حتى مشاكل الشعر والبشره، واسمع بقى كل المشاكل اللي بتيجي. وعايزه اقول لكم كمان حاجه معينه، ان 70% من الشكاوى بتيجي انا عندي بطن، انا عندي ارداف، انا جسمي ما بيحرقش، انا وزني يا دكتور ثابت، انا اشياء كتير قوي بتجيلي ودي اكتر الاسباب الحقيقه. فعشان كده انا عايزه اقفل بقى الخط ده واقول لكم انا ليه او انتوا ليه ما بتنزلوش في الوزن، او انا حتى عادي ما انا برضو كنت زي اي حد بتخن او برفع وبتخن وعادي جدا. فعايزين بقى الاسباب دي نشوف ايه حلها وايه الصح، نخس ازاي وايه النظام الصح، سواء هنمشي على نظام او سواء هنمشي على كورس معين، اعشاب معينه هتساعدنا في عمليه الحرق والتمثيل الغذائي وتساعد في الميتابوليزم ان هو يصحى كده ويفوق. دي الايد عندنا، متلازمه الايد هي المسؤوله عن كل حرق جسمنا، ده غير طبعا هرمونات جسمنا. فالارقام اللي موجوده هتقدروا من خلالها تكلموني واسمع كل مشاكلكم، واي استفسار عن اي شيء انا اتكلمت عنه تقدروا برضو تكتبوا للكرو بتاعي على الواتساب برضو من خلال الارقام، ممكن تبعتوا الواتساب، هم قاعدين على الواتساب 24 ساعة، ان تقدروا اي استفسار عن اي شيء ابعتوا لهم بس على طول، وهم على طول هيوصلوكوا بقى. كمان ما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك، مهمة جدا، عشان اسئلتكم ان شاء الله كل اسبوع هقراها امام حضراتكم على الشاشة، هي دلوقتي موجودة على الشاشة امام حضراتكم. فأتمنى تدخلوا على الصفحة وتكتبوا أسئلتكم، وطبعا اعملوا فولو عشان يوصل لكم كل جديد. في وصفات كتير جدا حلوة بتساعد معنا في الخسسان، وبتساعد معنا كمان في الناس اللي عندها مشاكل في النحافة أو عندها مشاكل في الغدة الدرقية. فضروري جدا أن أنتوا تتابعوا الصفحة عشان كل جديد يقدر يوصل الصفحة، تقدر توصل لكم من خلالها كل جديد. والأرقام هنا بس في البرنامج، دي الارقام بس الوحيده، عشان بعد كده باجي على السوشيال ميديا الاقي ارقام غريبه كده ويقولوا دكتور بسمه، فلا دي الارقام اللي من خلالها تقدروا تكلموني او تبعتوا الكروع على الواتساب. طيب تعالوا ندخل في موضوع الحلقه، وقبل ما ادخل ما تنسوش طبعا الاسبوع اللي فات واللي قبله قلت خلاص انا هسميكم بقى عائله دكتورز، حالات دكتورز كلها المجموعة اللي أنا اتكلمت عليها، الهدايا كلها موجودة معانا طول الأسبوع. إيه هي دكتور الهدايا عشان لسه فتح التلفزيون دلوقتي وبيشوفني؟ مجموعة كاملة للشامبو، ومجموعة كاملة شامبو يعني للشعر، سواء شامبو أو بلسم أو سيرم أو لسيوم، بتختاري الحاجة اللي أنت عايزاها أمنة تماما، يعني تقدري تستخدميها لطفلك. يعني
ممكن حد يقول لي طب ما انا بجيب مش عارفه كذا شامبو كذا، هو هديه عامه، وانا بقول لك هو امن تماما عشان تستخدميه للبيبي بتاعك، سواء البنوته شعرها هايش فمامي انا عايزه شعري يبقى ناعم اصلي في المدرسه مش عارفه بيقولوا ايه، وانتم عارفين القصص دي كلها. فالشامبو حلو قوي، الشامبو لقيته ان هو بيعالج الاكزيما حلو قوي للقشره، الليسيون حلو للتقصف والسيرم، ممتازين الحقيقه. انتوا لما من خلال لما بتكلموا الكرو تقدروا تاخدوا حاجه من المجموعه حسب الحاجه اللي مناسبك. كل ده لعائله كل مشاهدين حبايب قلبي برنامج دكتور وشاشه النهار. وطبعا مبسوطه جدا بالناس الجميله الحلوه الامارات اللي معايا هنا في الاستوديو. تعالوا بقى ندخل بسرعه في موضوع الحلقه عشان ايه هتقعدوا تقولوا لي كفايه رغي بقى ايه ما تقرفناش دخلينا في موضوع الحلقه. طيب سبق اتكلمت في الحلقه اللي فاتت عن هرمون اسمه الاستروجين، وفي ناس ضحكت عليه كتير قوي وايه ده وازاي يعني راجل يبقى عنده هرمون الاستروجين. قبل ما اقول لكم ايه هو هرمون الاستروجين، هو هرمون الانوثه. هل ينفع ان ولد او رجل يبقى عنده هرمون اسمه هرمون الانوثه؟ اي نعم في. وفي هرمون تاني اسمه هرمون الذكوره التستوستيرون. هل ينفع ان بنوته حلوه كيوته كده جميله يبقى عندها الهرمون الذكوره ده؟ ينفع. طب ليه ولازمتهم ايه في جسمنا؟ حد يقدر يقول لي حاجه زي دي؟ حد يعرف حاجه زي دي؟ مش عارفين بصين لي كده فاهم اللي هو ايه تسالينا ولا اتجننتي ولا ايه يا دكتوره جايه تسالينا الاسئله الغريبه دي؟ مش عرفنا احنا هرمون الاستروجين ولا الذكوره ولا الانوثه ده بيجي منين. طيب بصوا انا هقول لكم حاجه مهمه قوي قوي قوي. في حاجه في جسمنا اسمها الميكروبيوم، ده موجود في الامعاء. الميكروبيوم ده هو المسؤول عن الحاله المزاجيه بتاعتنا. بالبلدي كده هرمون الانوثه اللي هو هرمون الاستروجين وهرمون الذكوره اللي هو هرمون التستوستيرون مسؤولين مسؤوليه كبيره جدا جدا على الميتابوليزم اللي في جسمك، اللي هي بمعنى معدل حرق جسمك عالي ولا لا. لو هرمون الاستروجين عند البنت او عند الولد عالي حرق جسمك هيقف. فيا دكتور اول سؤال، انا بعمل دايت ما بخسش، هرمون الاستروجين عندك عالي ده ضارب في السماء. كمان نفس الشيء الولد، يا دكتور انا ماشي على النظام ده، انا ما باكلش ده انا حارم نفسي، عندك هرمون الاستروجين عالي هرمون الانوثه. في الولد بلاحظ عليه شويه حاجات فبقى عارفه مني ان هو عنده هرمون الاستروجين عالي. اولا ما بيحرقش، ممشي على نظام قاسي جدا، نو واي الغده الدرقيه حلف اقسم بالله ما انا شغاله، انا ما بحبش هرمون الاستروجين ده يكون موجود في الجسم، طول ما هو موجود مش هحرق دهون خالص ولا دهنه واحده هنزلها لك، اتصرف بقى وحل عني الهرمون ده. فالهرمون طول ما هو عالي في الجسم مفيش حرق، بتحصل فجاه الناس اللي بتلاقي فجاه طلعت لها حبوب شباب في وشها وتقول لك ده فتره بس تلاقيني كلت حاجات حادقه، مش مفيش الكلام ده، مش الحوادق او الحاجات الحارقه اللي بتطلع حبوب في البشره، ليها اسباب كتير جدا، بس دي من اهم اسبابها خصوصا الناس، انا بكلم الناس اللي عندها سمنه، الناس اللي وزنها زايد، تمام؟ حتى لو زايد فوق المثالي. انت طبيعه جسمنا لازم يبقى في المثالي، محدش يجي يقول لي لا ده انا فاضل 2 كيلو، لا لازم تنزليهم. فهرمون الاستروجين لما بيعلى اعراضه ايه؟ حبوب كتير فجاه تلاقيها في وشك، ممكن مش لازم تبقى كتير وتروح وترجع لك تاني كل فتره. دي اول حاجه، دي بالنسبه للبنت وللولد. تاني حاجه ممكن كمان الحبوب دي تلاقيها في ظهرك، فجاه كده تلاقي في حبوب صغيره في ظهرك، اوبا ده مرض، ده مرض جلدي. تيجي ماما بقى الحاج اوعى تستخدم الفوط بتاعت اخوك ولا اختك لحسن الواد ده ايه هيعدينا بالحبوب اللي لا مفيش والله ولا بتعدي ولا اي حاجه حاجه خالص، ده هرمون الاستروجين عنده عالي قوي. واقول لكم هو بيعلى ليه، فالحبوب دي بتبدا تنطر جامد بالبلدي كده في الظهر وفي الوش، وبتبدا تختفي مع نزول الوزن مع نزول هرمون الاستروجين. فانا ما بحبهوش خالص يعلى في جسم اي حاله انا بتابع معاه، لان احد اسبابه كتيره جدا. سيبك بقى من هو بيطلع حبوب في الجسم وشكلنا في البشره هيبقى الموضوع يعني مش حلو قوي، خصوصا بقى لو احنا بنات بقى كده او ولد متقدم بقى على جواز في الجامعه، بنوته هتتجوز خطوبتها رايحه الجامعه ايا كان يعني. ولكن انا طول ما انا بخس انا مش بنزل في وزني، طب وبعدين؟ يبقى لازم الهرمون ده ينزل، هرمون الاستروجين. كمان في الولاد بتلاحظ ان بقى عندهم منطقه ثدي، فتيجي ام تقول لي انا ابني عنده 12 سنه يا دكتور وعنده سمنه مفرطه وعنده منطقه ثدي زي البنات،
بقول لها يا حاجة ده هرمون الاستروجين عالي، عنده هرمون الانوثة عالي، يعني ايه الولد هيقلب بنت يعني؟ لا، دي حاجة بتبقى في الجسم هرمونات، احنا جسمنا كله فيه هرمونات، هرمون الانوثة وهرمون ذكور. طيب بالنسبة للست، لو هرمون الانوثة عالي عندها هل ده برضو كويس؟ هتبقى ست الستات مثلا لو عالي الانوثه؟ لا خالص، برضه هيحصل نفس الشيء، هيطلع لها حبوب في ظهرها، هيطلع لها حبوب كتير قوي في وشها، هتبدا تقول دي حبوب مثلا، دي بتاعت فتره الطمس، دي حبوب طالعه لي بسبب ان انا اكلت اكل مثلا مش عارف ايه، اكلت شوكولاتات كتير. لا، بتبقى هرمون الاستروجين عالي. وارجع واقول انا بتكلم اصحاب السمنه او اصحاب الوزن الزائد. طيب يا دكتور ايه تاني ممكن يحصل؟ بتحصل ان عمليه التبويض عند الست بتتلخبط، ما يبقاش في تبويض فالحمل يتاخر. ده بالنسبه للستات الحوامل اللي عندهم السمنه وعندهم هرمون الاستروجين عالي، فجاه اقول الله وبعدين الحمل اتاخر ليه؟ دي من ضمن اسباب علو هرمون الاستروجين. كمان فتره البيريود بتتاخر، مش في ميعادها، مش منتظمه، هرمون الاستروجين عالي. وثبت الدراسات كتير ان ممكن بعض الاجسام النحيفه يبقى عندها برضو هرمون الاستروجين عالي، بس مش بالنسبه اللي عاليه قوي اللي بتبقى عند الشخص اللي زايد في وزنه، فبالتالي ممكن تلاقي عندها فتره طمس تتاخر جدا، بيجي لها اثناء البيريود مغص رهيب جدا بسبب هرمون الاستروجين او هرمون برضو التستوستيرون، وكمان بيحصل تعب في عمليه التبويض والمبايض، وممكن ما تبقاش كمان ست متزوجه عادي ويجي لها فتره لخبطه الهرمونات دي، فدي بتبقى بسبب ان هرمون الاستروجين عالي قوي، وده مش طبيعه جسمك، طبيعه الجسم هرمون الاستروجين بيبقى موجود بنسب قليله، هو وهرمون التستوستيرون. فحرق جسمي هيقف تماما مع بقيه الاعراض بقى اللي انا قلتها للست وللرجال. طب تعالوا نكمل بقيه الحاجات اللي انا دخلت لكم فيها دي، بس انا بحاول اشرحها لكم بصوره مبسطه جدا بدون فزلكه. تعالوا ناخد المداخله وارجع اقول لكم نعمل ايه عشان ننزل هرمون الاستروجين فابدا احرق وابدا انزل في وزني. ناخد سمر. سمر من القاهره. الو. الو يا سمر، ازاي؟ لا سمر من اسكندريه. ازاي حضرتك؟ من اسكندريه، عفوا، اهلا بيكي واهلا بكل اهل اسكندريه. حبيبه قلبي ميرسي جدا، انا متابعاكي من ناس صحابي متابعينك برضو. يا روحي حبيبتي، بنستفاد من حضرتك كتير حبيبتي، ربنا يخليكي يا سموره. تسلمي يا حبيبتي. طب يعني دعوه كده، جي شوف شويه بحر، مش معقول متابعاني كده؟ مش كده؟ كلها هتنور بجد. لا بيقولوا الجو عندكم ساقع بقى. حبيبتي الجو عندكم ساقع بقى؟ عندنا ومطره. ومطره كمان؟ اه الدنيا مطره جدا عندنا. الحمد لله. المهم بصي حضرتك، انا عندي مشكله وحضرتك اللي هتفيديني فيها. انا رفيعه جدا وتقريبا يعني مناطق النص عندي فلات شويه. لا قولي بقى تاني كده، بص عشان انا انتوا عارفيني الودن دي فضايعه خالص، فقولي لي. اه عيدي تاني الكلام كده بالراحه. انا رفيعه جدا. انت رفيعه جدا؟ اه وطويله. وطويله وعندي مناطق الانوثه عندي فلات شويه. اه تمام فهمت. تمام. وزني 58 وطولي 173. وزنك كام تاني؟ 58. انت رفيعه قوي. وطولك؟ وطولي 173. ما بقول لحضرتك طويله. اه طويله ورفيعه. على فكره لما نزيد في وزننا وهتزيدي ما تقلقيش، هيبقى جسمك حلو قوي مع طولك بجد. وعليا حضرتك بقى بنصايحك طبعا. فانت عايزه تزيدي من 58 تبقي 70 مثلا. هتبقي جسمك يبقى رهيب. واهم حاجه طبعا ان مناطق الانوثه تكون موجوده بالظبط. لان بعض مشاكل النحافه الكتير بتبقى مشكلتها دي بالزبط. مبدئيا كده الغده الدرقيه لو مش شغاله بتعمل حاجتين. اللي عندهم وزن زايد مش هتحرق، مش هتشتغل، فمش هتحرق فمش هتنزل وزن. واللي عندهم مشكله في النحافه هتعمل ايه؟ هتقل التي 3. عندنا حاجه اسمها تي 3 وتي 4. في النحافه التي 4 بيفرز جامد قوي قوي. طب وبعدين التي 4 ده لازم عشان ادخل يتحول للتي 3، فهو بيتحول للتي 3 عن طريق الكبد. فانا ممكن يكون عندي مشكله ما في الكبد ما تمام، او ممكن لا، ولكن تي 3 عندي ما تحولش، تي 4 ما تحولش لتي 3، فاصبح عندي ان انا جسمي نحيف. فالصح ان انا التي 3 يتحول لتي 4.
دي اللي بتبقى لخبطة الغدة الدرقية. عشان كده دايما لما بيجي أي حالات مثلا شك أن عنده مشكلة في الغدة الدرقية بروح أقول له أعمل تحليل فري تي 3 وفري تي 4 الغدة الدرقية، وبنشوف النسبة قد إيه. لما بنلاقي النسبة عالية بعرف أن كده الحالة عندها مشكلة في الغدة، فلازم أديها حاجة تتخنها وفي نفس الوقت ما هي مش هتتخن غير لما عالج معاها الغدة، فاديها يود، اليود معدن اليود. وعنصر اليود عامة ناس كتير قوي ما بتتكلمش عليه ولكن مهم جدا جدا. فعشان كده يا سمورة عايزاكي تتابعي الكرو كويس جدا من خلال الأرقام وتكلميهم او تبعت لهم من خلال واتساب وقول لهم دكتور بسمة بس رشحت لي الويت جين. الويت جين اولا الويت جين حلوة قوي قوي لكل الناس اللي عندها مشاكل في النحافة، لكل الناس يعني امن. لحد يقول لي بقى انا عندي ضغط، انا عندي سكر، انا عندي مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. هو كله 85% بروتين، لان البروتين بيبني عضل وبيشغل جسمي فخليني اتخن بطريقه صحيه. ده غير كمان ان هو البروتين مخصوص في الويت جين كمان عشان اللي عنده مناطق الانوثه مش موجوده. الله، انا هتجوز بقى يا دكتور ودخلك كليه ومش عارفه ايه. فالويت جين حلو جدا لامراض النحافه، هو مش مرض، النحافه مش مرض، ولكن ممكن يبقى مرض لو هو متلازم معايا بقى لي فتره كبيره جدا، فبالتالي هتتخني كل شهر وهتلاحظ ده قوي. بس اهم حاجه يعني والله ابوس ايديك كل تستمروا، مفيش ياس. بقالك سنين رفيعه، مش معقول في اسبوعين عايزه تتخني 20 30 كيلو، يبقى كده انا هديكي كورتيزون، كده انا بقى هتخنك تخن خطا. انما الصح يا سمر الويت جين، في 85% بروتين، البروتين ده هو اللي هيعلي معايا مناطق الانوثه، غير ان هو فيه يود، وانا عايزه اليود عشان اشغلك الغده. حتى لو انت ما عندكيش مشاكل في الغده فاليود مش هيأثر معايا في حاجه، لا بالعكس هيشغل لنا الغده اكتر، فاهماني؟ فانا مش عايزاكي غير تاخدي الويت جين فقط. كلمي بس الكرو وقولي لهم، وما تنسيش ليكي هديه من مجموعه الشامب، اختاري اي حاجه انت عايزاها. بس اهم حاجه اول لما يوصل لك وتختاري هديه، اوعي تنسي يا سموره عشان انت اسكندرانيه بقى وانا بعشق اسكندريه. أيوة. انت كمان متابعاني بقالك كتير، فده على راسي والله يا حبيبه قلبي. بيك فان ليك يا دكتور. يا روحي، وقولي لهم انا احب اتابع مع دكتور بسمه اول ما يوصل لك على طول، واكتبي لنا على صفحه الفيسبوك على طول، هتلاقيني انا بدخل بسطاتكم كده من الصفحه. ايوه دكتور حصل. ميرسي يا سمر، شكرا يا حبيبتي لاتصالك، وشكرا لاسكندريه. انا بحب اسكندريه قوي، عندي الحمد لله يعني حالات كتير ومتابعين من اسكندريه. والقليوبيه ودمنهور ودمياط والشرقيه، يا سلام الشرقيه كتير كتير قوي ما شاء الله يعني. والمنوفيه، لا بصراحه مش عارفه، لو مش عايزه اقول محافظات، لا عشان ما حدش يزعل يعني. طب تعالوا، احنا طبعا كنت بتكلم في السمنه وسمر خدتني في حته تانية خالص يعني. طيب اديني قلت حاجه يعني برضو معلومه مهمه، يا ريت تكونوا بتكتبوا يعني ورقه وقلم، والله المعلومات دي هتفيدكم هتفيد ولادكم يعني. وقلت لكم معلومات كده ايه بالنسبه للنحافه، قلت لسمر ايه هي الحاجه، واي حد بيشوفني عنده مشاكل في النحافه انا بنصحه دايما بالويت جين، بكتبه لكل الحالات. حلو جدا، بتخني بصوره كويسه، مش هروح اتخن يعني. جات لي قبل كده حاله تخنه منفوخه، مش تخنانه، منفوخه، او ما شفتها قلت لها انت واخده كورتيزون، وتعبني جدا يا دكتور، اللي هو قلت لها طب مش عارفه اعمل ايه يعني، انت منفوخه والله العظيم، عارف انتوا ابره كده عشان نفسيها على طول من التخن ده، تخن ملوش اي ثلاثه لازمه، لا ده مزود على صحتها ومخلي رجلها مورمه وجايب لها مشاكل كتير جدا، لدرجه ان عاملاها مشاكل في العظام يعني، اصبحت مريضه سمنه. بدل يا حبيبتي كانت رفيعه وعايزه تتخن اللي هي التخن الوزن المثالي وجسم حلو، اصبحت بقت مريضه سمنه، خدت كميه كورتيزون كبيره، قعدنا وقت طويل لحد ما نزلناه وبدانا نرجع بقى الفيتامينات والمعادن اللي خسرتها في الجسم. طيب انا عايزه دلوقتي في طب دقيقه معايا قبل الفاصل اشرح حاجه سريعا. طيب انا عايزه اتكلم بسرعه بقى عشان ما تهش منكم، كنت بتكلم في هرمون الاستروجين. طيب انا كده شرحت لكم هرمون الاستروجين ممكن يثبت لنا وزننا على الميزان وما يخليناش نحرق دهون. طب يا دكتور، طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ بص، دايما اي حاله انا بتابعها او كل المشاهدين اللي شايف انا حرق جسمي مش شغال، انا مش عارف ايه السبب، ليه طبعا اسباب كتير، وانا قلت اهمهم ان هرمون الاستروجين ممكن يكون عالي فيوقف حرق جسمي. اكتر حاجه بتحرك الهرمون ده وتطرده يعني بالمعنى بره عشان الجسم يحرق، ماده اسمها الديم،
ديم دي اي ام، حتى لو عملتوا عليها سيرش في جوجل هتعرفوا قيمتها ايه. الماده دي لما بتدخل جوه الجسم بتدخل، اول الماده دي هرمون الاستروجين بيكرهها قوي، اول ما يشوفها كانه شاف حرامي بيطلع يجري، فاصبح كده هرمون الاستروجين ما بقاش موجود. يبقى ايه اللي هيحصل؟ الجسم هيشتغل، حرق جسمي هيشتغل، الميتابوليزم عندي هيعلى، الاي معدل الاي، صحتي هبدا انزل طبعا في الوزن، الخلايا الدهنيه تبدا تنزل، الجلايكوجين يبدا ينزل، الكبد ينضف كده، انا خسيت بصوره كويسه، وفي نفس الوقت اعضاء جسمي نطفت، لان انا قلت كل دهنه زياده في جسمك، كل جرام دهون في جسمك لازم هيكون متواجد اضعاف اضعافه في الكلى او في الكبد. طب يا دكتور الماده ما ماشي ماشي فهمنا يا دكتور، ما ترغيش كتير، عايزين نعرف الماده دي موجوده فين. موجوده في ثلاث حاجات بحب اوي ارشحها لاي حالات سمنه انا بتابعه، الحالات القديمه عارفين ده كويس جدا. اول حاجه المورينجا لا غنى عنها، وهفضل طول عمري اقول المورينجا لكل اصحاب السمنه. تاني حاجه وهي الراسبيري، التوت البري، التوت حلو جدا لكل الناس اللي عندها كريف للسكر. اي حد بيشوفني دلوقتي بيتعطش كريفنج، يعني متعطشه للسكر، يعني فجاه اصحى من النوم انا لازم اكل حته بسبوسه دلوقتي، ريقي دايما جاي على الـ على الـ على الحاجات اللي فيها سكر، بحب اشرب كوبايه الشاي فيها 6 معالق سكر، لازم اكل كنافه، لازم اكل رز بلبن، لازم مش عارفه، على طول عندي كريف متعطشه للسكريات قوي، يبقى لازم تاخدي الراسبيري. فانا طبعا كل حالات السمنه لازم، ها يا حبيبي ايه الحاجات اللي انت وقت الخسسان هتشلني فيها او هتضايقني فيها وعشان اقدر اسد شهيتك فيها؟ يا دكتور انا على طول افتح التلاجة لازم اكل سكر، لازم اي حاجه فيها، لازم ماما تعمل لي كيكه كل يوم. شكرا يا حاجه، بقى ماشي احنا نشوف بحوار الكيكه دي. انا بقى بخليك من خلال الراسبيري لما بتاخديه نفسك غصب عنك، او نفسك غصب عنك بتتقفل، ما بتروحش نهائي، ما بيحصلش يعني كريف للسكريات، ما فيش تعطش نهائي للسكر، فتلاقي نفسك لا انا صاحي بدل ما كنت انا على طول بقى، لان السكر ده مصيبه، هرمون الانسولين يعلى مع هرمون الاستروجين عالي، والنبي لو اتنططت من هنا للصبح ولعبت جيم وعملت رياضه ومش هتخس، هتفضل تزايد اكتر في الوزن وهتصيب بالديابيتس السكر نوع تاني، تمام؟ طول ما الانسولين عالي، عشان هيحصل لنا مقاومه انسولين، وانا مش عايزه ده يحصل، فارجوكوا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده قوي، عشان دي ليها شرح كبير قوي. فالراسبيري انا دايما التوت البري بحب ارشحه كده للناس اللي متعطشه للسكر، فانا عايزه اوقف شهيته بس للسكريات، لان دي اكبر مصيبه بالنسبه لي. والمورينجا عشان ماده الدم اللي فيها والزياتين هي اللي بتخلي الهرمونات الكويسه تبقى موجوده عشان نحرق، والهرمونات الوحشه مش عايزينها، اللي هي موقفه حرق جسمنا. طب ثالث حاجه يا دكتور ايه؟ ثالث حاجه وهي نبات الجرسينيا، بحبها جدا وبرشحها جدا لكل الناس اللي عايزه تسد شهيتها وعندها فجع بالليل، يبقى الجرسينيا. طيب انا عندي بطن بس وشويه ارداف كده يا دكتور، يبقى الجرسينيا. يبقى الثلاث حاجات بيلعبوا على كذا حاجه، شفتوا الموضوع لافف ازاي؟ لان انا مش هديكي حاجه واحده هي اللي هتعمل كل حاجه، اللي هتسد شهيتك وهي اللي هتنزل بطنك وهي اللي هتنزل الارداف وهي اللي هتقفل بقك عن اكل بالليل، اصل انا ما بجوعش غير بالليل، في ناس كده عادي، انا من ضمن الناس كده، قفلت بقي عادي جدا، لما ما عرفتش اقفل بقي واقفل التفاصه هعرف ازاي غصب عني اقفله. فنبات الجرسينيا بيلعب على ده، اسد الشهيه. طب انا متعطشه للسكريات جدا، اكيد نبات الجرسينيا مش هيعمل على ده، لا، يبقى الراسبيري التوت البري، فلازم الثلاثه يكونوا مع بعض، عشان اي مريض سمنه هيكون عنده الثلاث اشياء دي. نفسه مفتوحه قوي على الاخر، ما شاء الله، لا ما شاء الله ايه ده، انا هحسدكم عشان تخسوا. نفسي مفتوحه قوي، ما باكلش غير بالليل، متعطشه وعندي كريف قوي قوي للسكريات، وعندي منطقة بطن ومنطقة أرداف مش عايزة تنزل، وهرمون الأستروجين عندي عالي، عشان كده أنا ما بحرقش، والدكاترة مشتوني على دايت ونظام كتير قوي، وبرضه يا دكتور ما بحرقش، طب أعمل إيه؟ يبقى هما التلاتة دول، الجرسينيا والمورينجا، طبعًا المورينجا الأول عشان ما أنساش، عشان دي حبيبتي قوي، جونس حبيبنا هو اللي اكتشفها لنا في كندا واتكلمت عنها كتير قوي. يبقى المورينجا، التوت البري للناس المتعطشه للسكريات، لان دي اكبر كارثه بالنسبه لي بتواجهني في الخسسان، واخر حاجه نبات الجرسينيا. دايما كل الحالات ربنا يعلم اكتب لهم الثلاثه دول، لازم بيتاخدوا بجرعات معينه، انا طبعا اللي بقولها. طب يا دكتور احنا عايزين
لو عايزه اوصل ليكي او استفسر عن اي شيء انت اتكلمتي عنه من خلال الارقام بس اللي موجوده، تقدروا تكلموا الكرو بتاعه وتقولوا لهم بس احنا عايزين دكتور بسمه، وتابعوهم على الواتساب هتلاقوني على طول معاكم. بس انا عشان ضغط الحالات انا بتابع بعد لما الكرسي يوصل لكم، انا بتابع معاكم. والكرو اي كلمه اي حرف بيتقال ليكم من خلالي، فما تقلقوش من النقطه دي خالص. والحمد لله الحمد لله يعني بشهاده الجميع معانا حالات، وانا قلت هقول اساميكم على الهوا بس لما نوصل الوزن المثالي. ماشي ام عمر شايفاني، انا قلت اسمك انت بس. بقيه الحالات بقى ايه لما ننزل خالص فاضل لهم كام كيلو ابدا اقول اساميكم، وانتوا اللي قلتوا لي يا دكتور باتي الحقينا على الهوا بقى عشان احنا ايه نزلنا وخسينا في بس اللي هيوصل الوزن المثالي هو ده اللي هيجي بقى ينورني هنا في الاستوديو وهقول اسمه طبعا على الهوا. ده طلبكم وانا ما اقدرش اتاخر عنكم. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع بسرعه، اوعوا تروحوا في اي حاجه. حبايبي والله العظيم عسل بيسقفوا. طب لو سقفت دلوقتي هتسقفوا تاني ولا ايه؟ هتعملوا ايه؟ طب يلا. والله بص مش عارفه، انا نفسي اجيب الناس كلها تيجي تقعد معانا هنا وحياه ربنا، مش عارفه يعني ان شاء الله كلكم هتيجوا قريب قوي. كل حالات دكتورز وحالات تانيه برضو عائلات تانيه هم عارفين هيجوا برضو معانا هنا. بس الناس اللي هنا يا جماعه عسل قوي عسل. تعالوا بقى، كنت هقول حاجه. طيب ما تنسوش اهم حاجه الارقام اللي موجوده على الشاشه، تقدروا من خلالها هتكلموني طول الحلقه او تكلموا الكرو بامر الله وتسالوا عن اي شيء وهم هيجاوبوك. هم معاكم 24 ساعه ما تقلقوش. والكسلان او لو لقيت في ضغط اتصالات في الخط مشغول او من هذا القبيل تقدروا برضو تبعتوا على نفس الارقام على الواتساب. واي حد طبعا عايز يتابع معايا او لما توصل لكم الكورس انا على طول بتابع معاكم. طب تعالوا ناخد بقى في مكالمه معانا يا شباب. طب ناخد دينا من القاهره. هتيجي تقولي انا من الفيوم، قولوا لي هي من القاهرة. طب ماشي يا دينا. ازيك حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا دودو. بحب اسمي دينا قوي. احنا كمان بنحبك كلنا. يا روحي يا دودو ازيك، منورة من القاهرة. بنوكوا اكيد. حبيبتي قولي لي يا دودو مشكلتك ايه؟ بصي يا دكتور انا مشكلتي ولازم تتحل بأقصى سرعة. أقصى سرعة؟ أقصى سرعة. ماشي. انا مشكلتي ان انا 92 بس. 92 كيلو؟ ماشي. وطولي 163. صغننه صغيره شويه. حلو مش مشكله. وطبعا بقى يا دكتور يعني انا خطوبتي يوم 28/12. كم؟ طبعا عارفه ان الحل مش هيبقى غير. لا لا استني بس اسجل لك يوم خطوبتك كم؟ 28/12. 28/12؟ هتعملوه فين؟ هنعمله. لا ما تقوليش بهزر، مصر كلها هتيجي. انت صدقتي ولا ايه؟ صح. ممكن حد يشوفني يقول لي هنيجي ليه يعني يا دكتور؟ مين يعني دودو؟ يعني ايه الحاله بتاعتي هتيجي؟ المشكله. طيب يا دودو قولي لي احنا الحل بقى اكيد عندك يا دكتور. يعني ليه اقصى سرعه؟ طب ليه ما حقتيش نفسك الفتره الكبيره؟ ليه زنقه نفسك في الايام دي؟ ليه؟ قولي لي ما لحقتيش نفسك ليه؟ عملتي رجيم قبل كده؟ كنت بعمل وبعد ثالث يوم رابع يوم بزهق عادي. اللي هو ايه؟ والله ما انا ماشيه، انتوا هتقعدوا تحرموني بقى وتقرفوني في عشتي؟ ايوه بقى اكل بقى، وانا بحب الفاست فود جدا. الاكل من بره. ايه تاني طيب؟ ايه الاكلات تانية؟ بتحب السكريات؟ بتميلي للاكل بالليل ولا الاكل طول الوقت؟ حسب يعني انت ايه؟ يعني اكيد الاكل بالليل. اكيد. اشمعنى اكيد؟ عشان تقعدي بقى تسهري تكلمي خطيبك طول الليل في التليفون طول ما انت قاعده عماله تاكلي، صح ولا لا؟ صح. والله العظيم هنقطع النت عليكم عشان. أيوة الناس صح. اللي بتخس دي كلها بتقطع النت عليها. صح عشان كده هيتكلموا في التليفون وهتقعد تاكل. بصوا بقى انا دايما ما بحبش، ممنوع ناكل واحنا بنتكلم في التليفون واحنا بنتفرج على التلفزيون. حلوه دي انفع اكتب اغاني تحسوا لايق على بعض. ليه بقى؟ لان انا ما ببقاش حاسه بنفسي طول ما انا قاعده عماله اكل بتكلم في التليفون. وفجاه
تلاقي الطبق خلص، انا جعان. جعان ايه يا حبيبي، انت مخلص الطبق كله، انت بتتكلم ايه؟ طبق الرز كله انت اكلته، فهو اصلا مش حاسس ان هو اكل حاجه، عمال ياكل بسرعه ويلوج بسرعه فمش عارف. فبصي يا دودو، ايوه انت عايزه تخسي رقم، وانت بتقولي لي في اقصى صوره، يعني انت بتطالبيني دلوقتي ان انت تخسي حوالي 30 كيلو، هنقول 25 كيلو قبل يوم 28/12. يا دكتور انت عارفه بقى الاهل ومستنيين يشوفوا بقى ويتريقوا ويتكلموا، لازم هيتريقوا يعني عشان جسمك يعني وكده؟ اكيد. طب هما ما كانوش بيتريقوا قبل؟ ايه؟ ما كانوش بيتريقوا قبل؟ اكيد كان بيتريقوا قبل، بس يوم زي ده اكيد مهم جدا. مستني اللي هو انا عارفه انا حته احنا في الفرح، شوف الفستان وشوف البوفيه، يجي تيجي بقى ايه هما جايين يتريقوا بس. كده والدتي تيجي بقى، والدتك بقى وخالته قاعده، يا اختي ما كانوش كلفوا نفسهم كل ده، وفي الاخر بعد الفرح دي هيتكلموا ومفيش حاجه هتعجبهم، ويقعدوا يتكلموا على العروس ويتكلموا على العريس، ده الكلام اللي بيقعد يتقال وبنشوفه في الافلام بالظبط. احيانا بيحصل ولكن هنخس، بس اوعدك هنخس النص اللي انا عايزاه منك، يعني هنخس 15 كيلو تمام، فهيفرق معاكي قوي. بس قولي لي الدهون فين؟ في منطقة ايه في جسمك؟ كتير جدا يا دكتور. اكيد الدهون، منطقة الدهون فين في جسمك اللي مضايقاكي؟ في البطن، في الأرداف، فين؟ في البطن والأرداف دي أكتر حاجة. طيب حلو قوي. ال 15 كيلو دول هناخد منهم جزء كبير قوي من البطن وجزء كبير قوي من الأرداف، تمام يا دودو؟ تمام. أنا عايزاكي بقى، بصي بس تركزي معايا قوي، تمام؟ هتكلمي الكرو وهتقولي لهم بسيطه خالص، انا دكتور بسمه كلمتها ورشحت لي المورينجا ورشحت لي الراسبيري ورشحت لي النبات الجرسانيا، تمام؟ ومعاهم نقط الحرق، دي مهمه قوي 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 قوي، نقط الحرق دي بساعد مع الغدد الدرقيه ان انا اشغل الحرق في جسمي، فبالتالي مكنه الحرق تزيد اكتر فانزل في الوزن اكتر، عشان انت عايزه اقصى سرعه. فطبعا ابقى كداب لو قلت لك انا هخسسك 40 50 كيلو في الاسبوعين دول، لا طبعا. بس لما تخسي 15 كيلو مش وحشين، هيفرقوا جدا في مقاساتك، هيفرقوا جدا في جسمك، هيفرقوا جدا وانت لابسه حتى فستان الفرح، تمام؟ هتكلميهم تمام، سواء الارقام دي او تبعت لهم على الواتساب برضو من خلال الارقام، فاهماني يا دودو؟ وعايزاكي اول لما يوصل لك كل الحاجات دي على طول على صفحتنا او تكلمي الكرة على الواتساب، عايزه اتابع مع دكتور بسمه، هم هيقولوا لي كل حاجه وانا هقول لك كل حاجه، وهتابع معاكي لحد قبل الفرح بيوم، وهسلمك لعريسك والحمد لله على كده انا عملت واجبي. بعد بقى الفرح هسيبك اسبوع كده شهر عسل بقى وكده، وتاكلوا براحتكم، نرجع نكمل على الكورس على طول، مش هيحصل حاجه لو وقفناه اسبوع، عشان ننزل بقيه ال 15 كيلو بتوعنا. اتفقنا؟ ده اتفاق اهو معاكي. اتفقنا، وطبعا الفرحه الكبيره لو شرفتيني اكيد. يا حبيبه قلبي والله هاجي هاجي والله، حتى الواحد نفسه يفرح شويه ويغني شويه. هتجيبوا مغني طب ولا حاجه؟ ولا هنشغل دي جي؟ مش مشكله، احنا معاكم، انا معاكم عادي. طب بصي يا دودو، ما تنسيش الهديه بتاعتك بما انك بقى عروسه، فيا ريت الكرو يتكرم وندي بقى لدودو المجموعه كلها، مجموعه الشامبو والسيرم والليسيون. ميرسي جدا يا دكتور، عشان انت عروسه بس. ايوه. ماشي يا دودو، ما تنسيش يا دودو هتكلمي الكرو بتاعي من خلال الارقام او تبعت لهم على الواتساب، ضروري جدا. هتقولي لهم الجرسينيا والراسبيري توت البري والمورينجا ضروري، ونقط الحرق لو عندنا مشاكل في العظم، عشان دي برضو نسيت اقولها لك، وبرضو كانت المتصل الاولى كانت مش عارفه كانت اسمها ايه، مش فاكره كانت اسمها ايه يا جماعه، سمر. لو في اي مشاكل في العظم لازم ضروري نشوف فيتامين د 3، ابحثوا على فيتامين د 3، وانا متاكده هيبقى ناقص في جسمنا، فناخد فيتامين د 3 من 5000 ل 10000 وحده، بيتاخد بعد الغداء على طول. تمام؟ تمام يا دكتور. حبيبتي يا دينا شرفتيني من القاهره والله. بصي بيبعتي للكرو برضو عنوان الفرح فين، واوعدك احيات ربنا لو انا وقتي سمح هاجي والله هاجي، انا بحب الزيطه واللمه يعني مش هخسر حاجه. طيب تعالوا ناخد بقى سؤال من الجمهور او من حبايبنا اللي منورينا في استوديو النهار. انت بقى اختارك، انت لابس لي ماسك ابيض. ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيك؟ انا اسمي اشرف. اشرف ايه؟ اشرف ناجي. اشرف ناجي. اهلا بيك يا اشرف، منورني. بنورك ربنا. وطبعا كل حبايب قلبي اللي موجودين في الاستوديو منوريني، ربنا يخلي حضرتك.
قولي يا اشرف عندك مشكله ولا انت جاي تشوف دكتورتك حبيبتك؟ لا لا عندي مشكله طبعا. ماشي مش جاي تشوفني يعني. ماشي اشرف هستناك بره يا اشرف. قولي طيب قولي مشكلتك ايه؟ هي طبعا مشكله اي راجل مصري اصيل متزوج يعني موضوع الكرش. مصري اصيل ايه؟ متزوج. متزوج واخده بالي كلمه دام عشان تعرف طبعا. انت مش خايف؟ هي السبب. لا ما فيش خلاص فيش الكلام ده عادي يعني؟ ما اتجوزنا خلاص. محاشي بقى والبط والفراخ والكلام ده كله. بحب انت للاكل. مأساة. انا حضرتك كنت مليان شويه تمام ومشيت على نظام معين. نظام ما يعني نظام ريجيم يعني وكده. كورس معين بس خسيت. مشيت على كورس قبل كده. حلو. خسيت يعني تقريبا حوالي 25 كيلو. حلو جدا. في قد ايه؟ في 3 شهور. كويس. بس بطني ما حلفت ان هي لا هو تمام انا عاجبني الوضع كده. اللي هو انا هسيبك بالكرش. انا هفضل كده مش هنزله. مش راضيه خالص. وخلصت وقفت بقى على كده. طب ليه ما رجعتش مثلا اللي تابعت معاهم الكورس وكده وقلت لهم انا ما انا خسيت؟ لان اصلا طبيعي ان اهم منطقه لازم تنزل في الجسم منطقه البطن. دي طبيعي لازم طبعا. طول ما منطقه البطن بتنزل اعرف ان انا بخس صح واعرف كده ان انا بنزل من مقاومه الانسولين واعرف ان هرمون الانسولين بينزل عندي في الجسم. فاهم فاهم قصدي؟ واعرف كمان ان لو انا عندي الكبد دهني وعندي مشاكل في الكلى حصوات في الكلى او حصوات في المراره اعرف كده برضو طول ما البطن بتنزل. دي معلومه يعني للناس كلها ان انا اعضاء جسمي بتنضف. فاهم قصدي؟ تمام. دي معلومه يعني ليك. طيب فانت مشكلتك البطن. طبعا. حاولت كتير بقى عملت طب نزلت جيم وكده برضو؟ ما نزلت جيم وعملت رياضه طبعا يعني في البدايه عشان انزل 25 كيلو بس منطقه البطن بالذات ما فيش خالص. طب بس اوعى انزل لك بطنك ترجع بعد كده المدام تعمل لك اكل وتيجي تقول لي اكل مستحيل. مستحيل؟ لا لا ان شاء الله هنتفق يعني؟ باذن الله. طب بص انت عشان منطقه البطن فقط انا عايزاك هتمشي على حاجتين. اول حاجه عايزين ناخد نقط الحرق وتاني حاجه هناخد نبات الجرثومه. هيلعب على منطقه البطن ونقط الحرق هنعلي من حرق جسمك. في اي مشاكل بتواجهها تاني في جسمك؟ عظمك بيوجعك؟ اي مشاكل تانية؟ لا لا الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. مفيش اي في ودنك في حاجه؟ لا تمام مفيش شغاله. لا تمام ماشي اشرف منورني. اهم حاجه الهديه يا دكتور بعد اذنك كمان. ايه؟ اخد الهديه بتاعتي. الهديه؟ ما انت هتاخدها هديه. ما تقلقش. انت هتاخد اصلا النبات الجرثومية وكل حبايب قلبي منورني هنا هتاخد نقطه الحرق هديه وكمان نبات الجرثومية هديه والهديه بتاعت المجموعه انت طبعاً فيها عشان اديها للمدام بقى بعد الكلمتين اللي انت قلتهم دول. انت مش هتروح والله ما هتروح. او هي ناوي اروح لامي بقى؟ ده انت تعبتني. انت بتفضحني على الشاشه يا اشرف. فما تقلقش من المجموعه بقى. ايه خش لها بيها هي هتنسى على طول مش هتفتكر. حبيب قلبي يا اشرف نورتني حبيبي. اشرف خس وبس منطقه البطن ما خسيتش. انا دايما عندي مشكله في حته لما الاقي حاله كتير تابعت حالات بلاقيهم بينزلوا البطن لسه يعني الله في حاجه. اعرف منين بقى؟ الاقيه لسه مواظب على السكر. يا حبيب قلبي مش انا قلت بلاش السكريات؟ بلاش السكريات. طول ما في سكر في جسمنا وطول ما هرمون الانسولين عندي عالي الكرش هيفضل زي ما هو مش هينزل والله ما هينزل. فانا لازم اقفل بقى دي اقفلها بالراسبيري. احب الراسبيري قوي للناس اللي متعطشه للسكريات وامن تماما حتى لمرضى السكر التوت البري. لان حتى انا لما باجي ارشح نظام غذائي ليه للناس اللي عندها حالات مرضى السكر سواء التايب 1 او تايب 2 دايما بقول لهم الفاكهه الحلوه ليكوا التوت او الفراوله. التوت او الفراوله دول اكتر فاكهتين حلوين قوي ما فيهمش فركتوز كتير ما فيهمش جلوكوز كتير. انما بقيه الفاكهه مليانه سكر فما ينفعش اقول لمريض سكر كل فاكهه عيش على الفاكهه. ازاي يعني مريض سكر اقول له عيش على الفاكهه؟ اصل انا بشوف الحاجات دي كتير بتجيلي. ازاي يعني؟ مفيش الكلام ده. لازم نظام معين يمشي عليه ولازم يخس. بس هو ده حل مريض السكر. النوع الثاني النوع الاول دخل فيه خلاص ودخل بقى في مرحله الانسولين مش هيبقى فيه هيبقى الموضوع صعب شويه. بس في الخسسان مش هيبقى صعب. هيبقى صعب ان احنا نعالج. انما السكر التاني بيتعالج والله بيتعالج لو خسينا ومشينا على النظام بالظبط. طيب احنا ناخد سريعا سريعا سؤال من على الفيسبوك عشان حبيب قلبنا ما يزعلوش. هناخد عزة محمد أوكادة تقريبا اسمها كده أوكادة. عزة محمد. عزة محمد كتبت لنا على صفحتنا على الفيسبوك. نورانا يا عزة ويا رب تكوني بتشوفي حلقة النهاردة. عزة وزني 65 وطولي 149 وعمري 67. يعني مدام عزة
يديك يا رب طولة العمر، معلش ان انا قلت عزة كده فعشان انا لسه ما قريتش عمر حضرتك، يديك طولة العمر يا رب. عندي المرارة بها حصوات صغيرة رملية، تمام. قلت قبل كده في الحلقات اللي فاتت المرارة لما يكون فيها الحصوات صغيرة، لو الحصوات كترت كتير بنضطر ان احنا او حصل التهابات كتير لازم نشيلها، لو حصوه كبيره ما نشيلهاش، الحصوه الكبيره مش هتقدر تنزل من المجرى تروح تقفل الامعاء، انما الحصوات الصغيره بتنزل في مجرى كده او زي انبوبتين، لو نزلت وقفلت جدار الامعاء بنخش كده في قصه كبيره، فدايما بس احنا عايزين نلحق، لو خسينا ممكن نقدر ننزل الحصوات اللي موجوده على المراره مع ان احنا ناخد املاح المراره. فإحنا لو خسينا إحنا عايزين يعني ننزل حوالي 20 كيلو، 20 كيلو هيبقى حلو جدا جدا يا مدام عزة لو نزلناه مع إن إحنا ناخد أملاح المرارة. فأنا أهم حاجة يعني أكتر حاجة هرشحها ليكي خصوصا إن أنت عندك مشاكل في المرارة المورينجا، وهناخد القهوة الخضراء ونقط الحرق وفيتامين د 3 بس، نستمر عليهم 3 شهور ان شاء الله الحصوات دي هنتخلص منها مع طبعا املاح المراره. ولما ننزل في الوزن، لما ننزل في الوزن ونحرق كل الحصوات الكتيره الرمليه اللي عند حضرتك هتبدا نتفاداها تماما قبل ما ندخل في قصه ان احنا نشيل المراره. فلازم ناخد بالنا كويس، لو الحصوات الصغيره كترت هنضطر نشيل المراره، لانها لو الحصوات كانت كبيره كانت بالنسبه لي هقول لك ما فيهاش مشكله. فاتمنى حضرتك لو شايفاني تتابعيني من خلال الارقام، وطبعا كل حبايب قلبي اللي بيشوفوني النهارده عشان تقدروا تكلموني او توصلوا لي من خلال الارقام، او تكلموا الكرو برضو من خلال الارقام، او تبعت لهم على الواتساب نفس الارقام، وبعتوا كمان كل اسئلتكم كلها بامر الله الاسبوع الجاي هجاوب على كل اسئلتكم اللي من خلال صفحتنا على الفيسبوك. كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. انا بحبكم جدا، استنوني ان شاء الله الاسبوع الجاي في برنامج دكتور. مبسوطه قوي ونورتوني كل حبايب قلبي اللي هنا، وان شاء الله كل اسبوع هيبقى معانا ناس جديده وحالات جديده، وإن شاء الله صحة جديدة. وما تنسوش كل حالات وكل مشاهدين شاشة النهار ليهم الهدايا كلها، مجموعة الشامبو كلها هتاخدوها. تابعوني دايما، دمتم يا رب بألف خير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم.